السلام عليكم، صلواتكم يا رب. بدعة منين جبت هاي؟ السلام عليكم واردي. اي نعم، وين كنتوا انتم بتسلموا بس على اتباعكم؟ لانه تكفيرية بتسلموا على غيركم من المسلمين. ما اصلا ما في غير، ما في مسلم غير قرن الشيطان واتباعه، حتى اتباعه لا تشرذموا. على كل، هلا هذا تسجيل بعنوان عقيدة عبد الله رشدي، هل هو أشعري أم هو على مذهب أهل السنة والجماعة؟ توصيل وجيز في عقيدة عبد الله رشدي. طبعا هذا اللي عم بيحكي هلا، هذا اسمه حازم إبراهيم حسب. طيب أنا بعتوا لي لأنه اسمه كذا، أرسل رددت عليه في تسجيل أول، هذا تسجيل ثاني. طيب طبعا هذا ضمن برنامج الوهابية في كيس، يعني أنا ماني شايف هذه الحلقة، هلا بدنا نشوفها. بالمناسبة هاد بعت لي انه تعال يلا ناظرني، عم بتحداني وكذا، وقال لي انا مجسم وكذا والى اخره، وما بيعرف يكتب السطر املاء، ما بيعرف يكتب. قلت له روح اول شيء تعلم الاملاء. بعت لي انت وشيخك اصلا بده تعليم املاء، فرجيناكم كيف بيكتب الخمز المتطرف بدل ما يكتب على النبرة بيكتب على السطر والعكس، ولا شو اسمه صفر شو اسمه ابناكم كيف عمال بيرفع المضاف إليه وإلى آخره الحلقة الماضية. وعلى كل حال أنا أحيانا بفتح بث على المباشر على التيك توك، ماشي فوت على البث عندي ونسألك كم سؤال وشي بالاستنجاء بعدين بنشوف. على فكرة أنا وقت بسأل بالاستنجاء أنا مش قصدي، ليس قصدي وبين لك أنه أنت ما بتعرف أحكام الاستنجاء انت وغيرك من الوهابية، دي مش ما هذا يعني هذا امر ثانوي، لا انه حتى انت لو عرفت، انا حتى بجيب لك بسألك سؤال من الاستنجاء وبجيب لك جوابه من مذاهب الاربعة فقهاء. انا عملتها هاي، جبت اسئلة الاستنجاء واجبت عنها من موسوعة الفقهي الكويتي، فرجيك انا على الجواب، بس انا بسألك انه هل هذا الكلام صحيح، ما هو الدليل؟ انت مو بفقه الدليل، يعني اذا قال الحنفية يجوز وقال المالكية لا يجوز، ما هو الراجح وما هو الدليل وما هيك؟ انا بدي اسالك، مش انه في احد اللي تعال يلا نشوف اسالك، سكر الكمبيوتر شوف بسالك، ليش انا بسالك هيك؟ انه بتعرف الجواب ولا ما بتعرفه؟ لا بقول لك اطلب منك روح تحفظ لي الموسوعة الفقهية الكويتية وتحفظ كتب الفقه ومشان اختبرك، لا انا بجيب لك النص وبسالك وبقول لك يلا نشوف، اعطيني بقى اي الحق في اي القول، انه ما في خلاف عندكم انتم، ما في تقليد، لا في خلاف ولا في قول واحد، لازم في الاصول الفروع ما في، هذا قرره الالباني ما في، انه جاب لك استشهد الآية، ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وانه اختلاف شر وكذا، يعني هذا تعليم الدكتوراه طبعا، قلت انه هذا الخلاف الذي شر هو في امور امور الاصول وامور العقائد وامور مش قضية العقائد، حتى قضية الاتفاق في امور الحرب والسلم وكذا، وانه يختلف على الامام والى اخره، حسب ما جاء في حديث اختلاف شر لابن مسعود، لانه هو اصلا قال في صدد انه لماذا لم تقصر، لماذا قصر اتممت الصلاه ولم تقصرها كما قصر الخليفه عثمان، فقال الخلاف شر وكذا، انه هو بيتبع الخليفه حتى ما يعمل شر وكذا، حتى على ما اذكر هلا هذا في رسالتي الدكتوراه ذكرته. المهم فخلينا ناخذ ثلاث مواضع من الوسط، من الاول والوسط والاخير نعلق عليها. طيب ولا الموضوع بس متعلق بالأشاعرة، هل النووي وغير النووي أفضل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ في عصر النووي كانوا الخزعبلات الصوفية والقبوريين منتشرين. كانوا الخزعبلات منتشرين، منتشرة بقى منتشرين، هي تقال العاقلة. هذا طبعا من احد كذبات الوهابي، حتى يسوغوا من يبرروا قتل وسفك ابن عبد الوهاب لدماء المسلمين، راحوا زعموا انه الناس كانت تعبد القبور وكانت تعبد الاحجار والاوثان وكذا والى اخره. بالمناسبه قضيه خزعبلات الصوفيه، ابن عبد الوهاب يقول يحتج بالصوفية، يقول أظن السادة الصوفية، أريك النص لحظة شو رأيك النص، لاحظوا هذه فتاوى ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شوف المجدد طبعا طلبناه هنا عدد المجددين، طلب بس مع المجددين ابن تيمية وابن عبد الوهاب. طيب لاحظ في القرون التي بعد السلف، تمام يقول لك طيب
السلف نعرف انه انتم تقولون في مجددين وكذا، بس عم نقول لك اللي بعد السلف القرن الرابع الى الان. شوف بيقول لك شوف، ومنهم من يتعانى العباده وطلب الاخره كالصوفيه، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين اللي هو الفقه وايش والسلوك او التصوف. او شوف اذا كان من ينتسب، لاحظ، الى الدين، منهم من يتعانى بالعلم والفقه ويقول به كالفقهاء، ومنهم من يتعانى العباده وطلب الاخره كالصوفيه، فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعين، هو من اعظم من انتنب الى اخر الكلام. اذا هذا ثناء على الصوفيه من ابن عبد الوهاب في هذا الموضوع. جي ومبتدع وشيطان وشيطان كبير. لا هو مش شيطان، هو قرن الشيطان. كما فسر ابن تيميه حديث انه من ها هنا يطلع قرن الشيطان، قال من نجد. اريكم الوثيقه هذه. هذا بيان تلميذ الجامعيه لابن تيميه. شوف بيقول لك، حيث تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من المشرق الذي هو مشرق مدينته كنجد. ألا إن الفتنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن الفتنة من هنا يشير المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. لاحظ أنا بجيب لك، شوف أنه من هناك أيضا طلع، لاحظ خرجت إيش مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، وحديثا طلع هذا قرن الشيطان ابن عبد الوهاب. فليش انت زعلان يعني؟ اي ابن عبد الوهاب، اي ابن تيمية اطلع ورد عليه يلا لك، قال له لا ليس من نجد، لانه لا الوهابي صار يفسر انه رأس الكفر من المشرق يعني من العراق وليس من نجد. اما قضية انه خارجي قرن الشيطان، طيب هذه كتبكم التي كتبتموها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتاب، خلينا نشوف السبي حرائر المسلمين، هذا بيعتبره هذا غنيمي. شوف هذا داعش اللي انت عم تقوله، عم ترد على داعش، شايفين؟ قال هو طلع هذيك مرة قال انا كنت عم رد على داعش. طيب هذا داعش ايش بتعمل اكثر من هيك؟ تسفك دماء المسلمين وتستحل اعراضها واموالها. هذه من ايش اخذوها؟ ايش كتب اللي بيدرسوها داعش غير كتب ابن عبد الوهاب؟ هل شفتهم عم يدرسوا كتب الاشاعره؟ شو قتل وسفك دماء؟ شوف انه عم يقول لهم، شوف ارسل لاهل مكه، شوف لعلماء المكه بدكم تعترفوا انه انتم اهل مكه والمدينه والمصر والشام، كنتم من أهل الكفر المبيح للدم والمال والخلود في بيقول لك عبيتهم إنه هاي تهمة يا ويلة مسكينة ابن عبد الوهاب بقرن الشيطان ما كان خارجي رجلهم. هذه الكتب اللي أنتم كتبتوها، شوف عنوان المجد في تاريخ مجد، قتل أهل كربلاء وأهل هذا، أشوف مشرب داعش هوني وأهل هذول الحريملاء، وما خلوا لا بقوا ولا شو الأخضري كما يقال، ويجي عم يتباكى. خذ موضع من الوسط كمان، والله أعلم شو كان يخفي، عم قدم معلومة ضمن كتاب وسنة وأقوال سلف، وإذا كانت غير كتاب وسنة ما بيعرف إملاء. ليك إذا شيخ هذا الشموسي، هذا طريد العلم، مش طريد، هذا دمشقي طريد العلم، هذا شيخ دمشقي، هذا لقيط العلم، لا له شيخ، بس طلع داعش حطوه على المنبر وبعدين هربت المخابرات على ألمانيا، ولا هنيك عمال بمارس طعنه وقتل، مارس الافتاء طبعا، هو بيفتي بردة فلان وكفر فلان، وهنيك بيتابع هنيك بيطبعوا هنيك جماعته بداعش. يا ما بعرف حقيقة عبد الله رشدي بالوقت الحالي شو، هل هو سلفي أشعري؟ لأنه لم يتبرأ من هذا الأمر، كان مؤولا، كان بأول. هلا هو عبد الله رشدي بيستاهل، اطلع عليه الذباب الإلكتروني أمثالك، والله بيستاهل، لأنه مش معروف الآن لا إله ولا إله ولا. تعرف هدول من لؤمن، هدول وهابي يعني، إذا واحد هكذا مثلا يعني عنده هكذا كما تقول أنه عدم عداء للوهابي أو ملاينة لهم أو هدول لسه بيعادوا أكثر، مثلا الشيخ عبد الفتاح أبو غدي ما في يعني أهدأ منه وكذا، ولا بحياته تكلم عن الوهابي ولا كذا ولا
يعادونه عداء شديدا. ما بيكفي هيك، لازم تسب الاشاعره وتسب، خاصه شيخ الكوثري يا لطيف، عرفتم هذا عبد الله رشدي ما راح ينالك الا هذا بس، على انه عم تلاقينهم او كذا الى اخره. ايه خلاص الوقت عندنا نحن. طيب العقيده الاشعريه لا بارك الله فيه بعقيد. طيب على اساس انت عم بتزمنا، ما إذا واحد ما بيعني بيكتب سطر إملاء، والله فخر كبير إنه إلنا إنه يزمنا واحد جاهل خارجي داعش عمال بيزمنا. والله إذا أذتك مذمتي من إذا أذتني مذمتي من ناقص فهو الدليل بأني كامل. طيب خلاص الوقت، نكمل الحلقة قادمة الحمد لله.